أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذا نذهب بكم إلى ملف يتعلق بالطاقة تحديدا، غاز الريش وتغريدات وما قاله وكتبه على حسابه في تويتر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من أنه يستبشر في غاز الريشة، وأنه يعني ربما يتحدث عن مآلات أن يكون غاز الريشة كنزا أردنيا، يعني لا أدري، لكن حجم تفاعل الناس مع المسألة أستطيع أن أصفها ببرود، يعني للناس يعني لم تتحدث عن الموضوع كأنه يؤثر بها، لكن في النهاية غاز الريشة يعود للإنتاج، هذا ما قاله رئيس الوزراء، وأن هناك ثمت تفاؤل واعد يتعلق بغاز الريشة. للحديث عن هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور زهير صادق الخبير بشؤون النفط والطاقة. دكتور زهير مساء الخير. مساء النور وكل عام وانت بخير سيد عمر. اشتقنا لصوتك والله يا دكتور زهير ميت، اهلا وسهلا، تشرفنا فيك اليوم. اشتقت لك كثير جدا جدا وبتابع في قناه الجزيره في كل مكان. تسلم تسلم دكتور. ابدا معك بسؤال غاز الريشه، ما قاله رئيس الوزراء كيف تقيمه؟ والله طبعا انا مقيم موضوع حقل الريشه من 8 سنوات مش من اليوم. نعم. اساسا تكلمت بانه هذا الحقل فيه كميات تجاريه من الغاز بناء على دراسات معدل لهذا الحقل. وأول ما اكتشفوه كان ينتج 35 مليون قدم مكعب باليوم، وبعدها توقف الحفر وتوقفت صيانة الآبار وبدأ الإنتاج إلى أن وصل إلى من بين 8.5-9 مليون قدم مكعب باليوم. ولكن أكرر دائما أشكر معالي الوزيرة هالة زواتي اللي هي الآن وزيرة الطاقة، هي الآن بدأت في العمل على أرض الواقع بطريقة جدية، وقاموا بحفر، عملوا مخطط لحفر آبار ثلاثة في حقل الريشة ومنها هذا البئر رقم 48، وبأيادي وطنية وكادر وطني من شركة البترول الوطنية بدون وجود أي مستثمر أجنبي، وأنتجوا من البئر حوالي 7 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، وأنا أتوقع أن يزيد إنتاجه يمكن يوصل لعشرة مليون احتمال كبير. أي واحد اثنين، وأنا بعمل مقارنة الآن دائما أذكر هذا الكلام بأن معظم الشركات اللي بتيجي من برا جزء منها وهمي وجزء منها شركات كبيرة زي البريتش بترول والبي بي البريطانية اللي أجت على الحقل الريشي واستمرت 5 سنوات في هذا الحقل ولم تعطينا أي نتيجة، بينما لمن دخلت شركة البترول الوطني على الحقل خلال 3 شهور أنجزوا حفروا بئر وأنتجوا 7 مليون قدم مكعب غاز. فهذا الفارق الكبير بين الكادر الوطني اللي بيكون مخلص في عمله ويريد أن يصلح بلده مع الفارق بينه وبين الشركات الكبرى زي البريتش بتروليوم اللي أجت، وهذه ضرتنا لأنه حجت حقل الريشة مدة 5 سنوات الامتياز اللي معها إلى أن وقعت اتفاقية الغاز مع هذا الكيان الصهيوني الغاصب المحتل العنصري الإرهابي المجرم. فبالتالي هذه المقارنة المفارقة الكبيرة هذه بدي تكون عبرة لدى الحكومة ولدى كل مسؤول يتوقع أن يكون مسؤول في المستقبل، بأنه إذا اعتمدنا على ذاتنا رح نوصل للهدف تبعنا ونعتمد على أنفسنا ونحافظ على كرامتنا ومن لا نلجأ إلى نمد يدينا إلى الخارج، بالعكس بصير الناس ينتظروا إلنا ويعطونا قيمة لموقفنا. حقل الريشة موعود بأنه ينتج كميات كبيرة من الغاز، ونزل مقال قبل كم من يوم على لساني في جبر نيوز بعنوان يا خسارة يمكن شفتوه، بأنه قلت انه لو من قبل 8 سنوات ومن خلالك استاذ عمر واستضفتني كم من مره على القناه عندكم وكنت اتكلم بدراسات موجوده بين يدي، بانه لو من قبل 8 سنوات ردت علي الحكومات السابقه بما كنت اقوله واصرح به بانه عندنا كميات تجاريه من النفط والغاز وبداوا يشتغلوا على الارض والواقع بطريقه جديه لكان الان بدل ما نقول بشائر خير انتاجنا 7 مليون لكان الان بنقول انتاجنا اليومي 560 مليون قدم مكعب من الغاز باليوم. نعم. دكتور زهير يعني طيب هسه ممكن الحكومة في هذه الفترة بتتحدث بهذه الطريقة، تتوقع أن حكومة الرزاز راح تروح بعيد في قصة الريشة؟ هو الآن طبعا أنا لقائي مع معالي وزيرة الطاقة هالة زواتي شعرت أنها هي جادة بالعمل. وإلا هي تسعى لأن تكون الشركات محلية أردنية بحت للعمل، ونزلت بيان امبارح اتوقع انه لا نحتاج الى مستثمر اجنبي.
لانه المستثمر الاجنبي يعود علينا بالضرر. المستثمر الاجنبي بيجي بيحجز المناطق فتره طويله وبيطلع يكون ما في غاز لاجل ينفذوا مخططات اخرى واجندات اخرى للخارج، واضح؟ وهذه انا دائما اقولها، وامبارح كان عندي حلقه على قناه الحقيقه الدوليه وتكلمت بهذا الموضوع، مقارنه بين البريتش بتروليوم البريطانيه باتفاقها مع هذا الكيان الصهيوني، عفوا باتفاق شركه كهرباء الوطنيه مع شركه نوبل انرجي الممثله بالكيان الصهيوني، مقارنه مع نفس الشيء نوبل انرجي عملت نفس الفيلم في مصر وحجزت ليبيا سيان اللي هو الان موجود في حيطه ووقعت الاردن على صفقه معهم، فهذا كان مفروض لمصر، ولكن الكيان الصهيوني مع ترسيم الحدود بين قبرص ومصر اخذوا وطلعوا الحقل هذا وعملوا اتفاقيه. فبريتش بتروليوم كانت حاجز الحقل خمس سنوات خرجت فجاه دون شيء، وبعدها مباشره صارت مفاوضات على اتفاقيه تروليوم. نعم هذا الكلام اللي تكلمته وبتكلمه دائما. نعم يعني دكتور زهير ان شاء الله يعني بسواعد اردنيه ممكن نشوف غازنا يعني. بالتاكيد، وانا متاكد باذن الله تعالى اذا صار العمل جاد. انا سويت خطه عمل تقريبا وعرضتها على معالي الوزير قبل اسبوعين، وعلى اساس من هون لخمس سنوات اذا مشينا هذه الخطه وبعمل جاد، لانه استاذ عمر الاردن في ازمه اقتصاديه خانقه، مش ازمه اقتصاديه، ازمه اقتصاديه خانقه معقده، وهذه الازمه ما بحلها غير انه نشتغل بطريقه جديه وعلى مدار الساعه باستثمار ثرواتنا الطبيعيه. فمن هون لخمس سنوات، بعد خمس سنوات اذا بدانا نعمل ونحفر ونزيد الحفارات ونزيد عدد الابار نحفرها، راح نوصل بعد خمس سنوات الى انتاج يومي 500 مليون قدم مكعب غاز. حاجه الاردن 330 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وبارضا نكتفي حاجتنا ونصدرنا للخارج يا استاذ عمر. نعم يعني هذا رقم يعني تفاؤلي كبير، نتمنى أن نصل له. بدي أشكرك شكر جزيل على وقتك، على كل هذه التوضيحات. الخبير في شؤون النفط والطاقة الشخصية الوطنية الذي نحترم ونقدر الدكتور زهير صادق، شكرا دكتور، شكرا جزيلا. إذن أعزائي المشاهدين، أيضا استطلاع أجروا الزملاء يتعلق بأسعار المحروقات. السؤال اللي طرحناه أو طرحته القناة، أول ما تسمع بخبر رفع الحكومة لأسعار المحروقات بصراحة شو بتحكي مع حالك؟ لأنه الإنسان بالأردن مرات مع رفع الأسعار بيحكي مع حاله. خلينا نشوف إجابات الأخوة المواطنين. بصير أحكي مع حال إنجليزي، لأنه الوضع مش متحمل لا أكثر ولا أقل. يعني إحنا دائما بحاجة إلى شيء أخف، مش شيء أعلى وأغلى. والله يعين بتضايق كثير لما يسمع إنه والله رفعوا البنزين. بطل الواحد يعني الشباب، إحنا نروح نيجي نطلع نلف بالسيارة، فيش صغار فيش بنزين، بدك تقعد في الدار بدك تنكد. بقول شو السبب؟ يعني شو اللي خلاهم يرفعوا البنزين؟ شو الأسباب اللي خلتهم يرفعوا هيك إشي يعني؟ حسبي الله ونعم الوكيل. والله أول ما بقول بيني وبين نفسي وكل الناس عارفة إن الحكومة مش راحمة حدا، وبدي يسدوا مديونية البلد من جيب المواطن، لأنه إحنا مقارنة سعر البرميل السعر العالمي مختلف عن السعر المحلي عندنا بالوطن. يعني راح تزيد كل شيء، يعني راح يزيد، راح تغلى الاسعار، راح تزيد على المواطن، راح يصير يدفع مصاري بزياده، راح يصير يدفع تكاليف بزياده، بس وراح يصير المواطن يعني راتبه يدوب على قده، راح يصير يدفع زياده فوق راتبه، وهيك بده يضطر يشتغل شغل ثاني، واللي بيشتغل شغل ثاني دوب ملحق كمان اصلا، فعشان هيك يعني راح تزيد عليه مصاريف. انا بصير مش بصير احكي مع حالي، بين الواحد بده ينجن بين زياده اسعار المشتقات النفطيه، لان يعني الواحد مش ملحقها ما بين زياده الكهرباء وكمان ما في زياده بالرواتب، كمان يزيد على المشتقات النفطيه، فالله المستعان، الله يكون بالعون. والله هي على مين المشتقات النفطيه؟ في شيء غالي، في شيء رخيص، يعني وضع البلد يعني مش مساعد على الارتفاع يعني. ونقول الحمد لله رب العالمين على كل شيء. حسبي الله ونعم الوكيل. كثير وغالي، ومتحملش الوضع. شو تحملش الوضع؟ الوضع ما بتحمل. كل يوم بيغلوا، كل يوم بيغلوا، كل يوم بيغلوا. والله بصير يحكي مع حاله في الشارع براتب، بطل يعرف يحكي عربي، بصير يحكي انجليزي، لانه هذه دوله يعني دائما لما يجي يرفع المحروقات بيجي بيرفعوها يعني حوالي تقريبا 5 أو 6% تقريبا، يعني تقريبا اللتر بيرفعوا 6-7 قروش، لما يجي ينزلوه بينزلوه فلس وفلسين وقرش وقرشين، يعني هذا مش حرام؟ يعني المواطن منين بده يلاقيها؟ ارتفاعات محروقات،
ارتفعت مواد ثمنية، ارتفعت يعني من نيم جاية والله بطل يعرف يحكي، صار يحكي انجليزي بطل يحكي عربي. انا حالي يعني بدي يعني من وين اجيب؟ يعني ممكن ان انا اكون مكفي بيتي، بس في غيري يعني بدي يضطر يلتجئ لاي طرق اخرى انه كسب المال الغير مشروع، وهذا احنا بغنى عنه كشعب اردني متسامح. المفروض انه احنا ندور على اللقمة الحلال، فهمت علي؟ والحكومة نفسها المفروض انها تدور على شيء انه تريح المواطن، واحنا بالنسبة لنا اعتمادنا على الله من ثم الحكومة. طبعا الحكومة رفعت اسعار المحروقات، سامحتنا برمضان وعشرة ايام العيد، وبعدين على الذكرى العشرين للجلوس الملكي والناس بتحتفل، عبد الله نسور وعمر رزاز بيحتفل وبيحكي عن دولة القانون ودولة كل السواليف اللي سولفها، ومع ذلك بيرفعوا الاسعار. شفتوا الناس شو بتحكي؟ الناس حسبة المصاري، زي ما هي الحكومة بتصحى الصبح بدها مصاري، والناس الصبح بتصحى متأذية من غياب القدرة الشرائية يعني. ومع ذلك لازال هناك إصرار على التعامل مع قضية رفع الأسعار بطريقة فيها إنكار لحال الناس. بجوز الاستطلاع بيحكي عن نفسه، غضب الناس، واللي بيقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله، اللي بيقول لك والله صرنا نحكي إنجليزي، يعني بمعنى أن الواحد بدأ يحسس على راسه يعني على عقله يعني موجود ولا مش موجود نتيجة هذا الغلاء اللي احنا بنشوفه. حبينا نطل على هذا الموضوع، نكتفي نذهب إلى وقفة ثم نعود.